بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. الله. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح من علامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الوضوء. قال: وهو بضم الواو وفتحها مصدر، وبفتحها فقط ما يتوضأ به. أول شيء أحبابنا، الصحيح أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل. فلا يفهم أن الوضوء خاص بهذه الأمة، وإنما الذي خصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل فقط، باقي الأمم لا تأتي يوم القيامة محجلة. وبالتحجيل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. قال: وهو بضم الواو وفتحها مصدر، وبفتحها فقط ما يتوضأ به. في فتح الواو هو ما يتوضأ به. قال: وهو لغة، الوضوء لغة مأخوذ، يعني الوضوء ما يتوضأ به، يعني الماء. الوضوء فتح الواو هو ما يتوضأ به، يعني الماء. وهو لغة مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة. يقال: وضؤ الرجل أي صار وضيئا، يعني صار نظيفا، صار جميلا. وشرعا، الوضوء شرعا نظافة مخصوصة. نظافة مخصوصة، ما هي هذه النظافة المخصوصة؟ غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، هذه هي النظافة المخصوصة، هذا هو الوضوء اصطلاحا أو شرعا. ففيه، يعني ففي الوضوء بالمعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، ففيه المعنى اللغوي. قلنا الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة. ففي الوضوء الاصطلاحي والوضوء الشرعي فيه المعنى اللغوي أيضا، فيه المعنى اللغوي أيضا. ليه؟ قال: لأن الوضوء الشرعي يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف. يكون الإنسان دائما وجهه نظيفا، يداه نظيفتين، رجليه نظيفتين، إلى غير ذلك. لأنه يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف، وفي الآخرة بالتحجيل. وفي الآخرة بالتحجيل، إيه نعم، للقيام بخدمة المولى. للقيام بخدمة المولى. لماذا يحسن الوضوء أعضاء الوضوء في الدنيا، ولماذا يحسن أعضاء الوضوء في الآخرة بالتحجيل؟ لماذا؟ قال: للقيام بخدمة المولى. فقوله إذن للقيام بخدمة المولى هو علة لقوله يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا، وعلة لقوله يحسن أعضاء الوضوء في الآخرة بالتحجيل. فقوله للقيام بخدمة المولى علة للأمرين الاثنين. وقدم، يعني الوضوء، على الغسل، لأن الله قدمه عليه، ويضاف إلى ذلك أن الوضوء جزء من الغسل، الوضوء جزء الغسل،
فيقدم الجزء على الكل. ويضاف إلى هذا أيضا قدم الوضوء على الغسل لكثرة الاحتياج إليه. اليوم بالإنسان قد يتوضأ أقل شيء 5 مرات، فلكثرة الاحتياج إليه قدم البحث في أحكام الوضوء على البحث في أحكام الغسل. إذا ما قدم على الغسل لأن الله قدمه عليه. ابتدأ النص القرآني: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ثم بعد ذلك فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فابتدأ النص القرآني بالحديث عن الوضوء وثنى بالحديث عن الغسل. فكذلك الفقهاء نهجوا نهج القرآن في هذه المسألة. وقدم على الغسل لأن الله قدمه عليه. قال: وله، يعني للوضوء، سبب وشرط وحكم وركن وصفة. بدأ ببيان أركان الوضوء. فقال: أركان الوضوء 4، وهي فرائضه، يعني فرائض الوضوء وأركان الوضوء بمعنى واحد. يعني قال: وهي فرائضه، لينبه أنه لا فرق بين الركن والفرض. الآن الأول منها، من هذه الأركان، من هذه الفرائض، غسل الوجه، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. هذا إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآن الآية هذه آية الوضوء، فالقرآن بيّن لنا في هذه الآية أركان الوضوء. ابتدأ فقال: فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الركن الأول. والغسل بفتح الغين، مصدر غسلته. إيه نعم. والغسل أحبابنا، الغسل، ما هو الغسل؟ الغسل هو إزالة الوسخ. الغسل هو إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء عليه، هذا يسمى غسلا. فالغسل إذن هو إزالة الوسخ عن الشيء بإمرار أو بإجراء الماء عليه. فقال: والغسل بفتح الغين مصدر غسلته غسلا. وبالضم الاسم، وبالضم الغسل، بالضم اسم لتمام غسل الجسد. الغسل بضم الغين هو اسم لتمام، يعني أنا عندما أغسل رأسي من فرقي إلى قدمي بشكل كامل، هذا يسمى غسل، إذا يسمى غسل الجمعة. نعم. وكذلك يطلق الغسل بالضم، الغسل يطلق بالضم على الماء الذي يغتسل به. إذن الغسل بالضم يطلق على معنيين اثنين: يطلق هو اسم لتمام غسل الجسد، وهو اسم أيضا للماء الذي يغسل أو يغتسل به. إينا. قال: وبالكسر ما الغسل، يعني بالكسر الغسل ما يغسل به من صابون ونحوه. إذا في عندنا الغسل بفتح مصدر غسلته، وقلنا الغسل هو إزالة الوسخ عن الشيء بإمرار الماء عليه. وبالضم الغسل هو اسم لتمام غسل الجسد، ويطلق كذلك على ماذا؟ على الماء الذي يغتسل به. أما الغسل فهو ما يغسل به من صابون وإشنان وغير ذلك. قال: والغسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر. الغسل إسالة الماء، يعني الماء إذا لم يسيل لا يسمى غسلا، وإذا لم يتقاطر، لو سال ولكن ما تقاطر، لا يسمى غسلا. لا يسمى الغسل غسلا إلا إذا سال على العضو وتقاطر أيضا.
إذا والغسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطع وأقله قطرتان في الأصح حتى يسمى غسلان، أقل شيء ينبغي أن يتقاطر قطرتان. وهذا الكلام متى نحتاج إليه؟ نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء شحيحا، نحتاج إلى مثل هذا الكلام. نسأل الله عز وجل أن يكثر الخير على المسلمين جميعا. قال ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر. لو سال الماء على الجسد هل يكفي؟ قال لا يكفي الإسالة بدون التقاطر. فإذا المعنى الشرعي للغسل عند سيد أبي حنيفة ومحمد هو الإسالة مع التقاطر، هو الإسالة مع التقاطر. وأقله ماذا قال الشيخ الشرنبولاني؟ قطرتان في الأصح. قال قطرتان في الأصح، إيه نعم. أما لو مسح مسحا فقط هكذا، توضأ إيه نعم بالثلج ومسح الثلج على يده مسحا ولم يتقاطر وما سال الماء، ما الحكم؟ لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد. أما أبو يوسف رحمه الله فقال الغسل هو مجرد بل المحل بالماء، مجرد بل المحل بالماء سال أو لم يسل. والمعتمد طبعا هو قول سيد أبي حنيفة رحمه الله. قال والوجه ما يواجه به الإنسان، الوجه ما يواجه به أو يواجه به الإنسان، يعني ما يقع عليه النظر عند المواجهة. الوجه هو ما يقع عليه النظر عند المواجهة. ما هي المواجهة؟ تقابل الوجهين، تقابل الوجهين تسمى مواجهة. فالوجه إذن هو ما يقع عليه النظر عند المواجهة. ما هي المواجهة؟ تقابل الوجهين. إلى هنا أحبابنا في سؤال؟ الآن وحده، ما هي حدود الوجه؟ وحده أي جملة الوجه. للوجه حدان، طولا وعرضا. قال وحده أي جملة الوجه طولا من مبدأ سطح الجبهة، من مبدأ سطح الجبهة يعني من أول أعلى الجبهة. ما هي أعلى الجبهة أحبابنا؟ هل عندنا نحن كل واحد منا عنده جبينان، عنده جبينان، هذا هنا العظم الناتئ هذا البارز هذا يسمى جبين، وهذا ماذا يسمى؟ جبين. الخط بينهما هذا يسمى أعلى الجبهة، واضح؟ هذا أعلى الجبهة. قال طولا من مبدأ سطح الجبهة سواء كان به ايش يعني به احبابنا؟ به يعني بسطح الجبهه، قد يكون انسان اصلع، سواء كان به شعر او لا. قال والجبهه ما اكتنفه الجبينان الذي قلته لكم، هذا جبين وهذا جبين، ما اكتنفه يعني الخط الواصل بينهما يسمى جبهه. اين الله؟ قال والجبهة قال أو طولا مبدأه من سطح الجبهة، قلنا سواء كان به شعر أو لم يكن به شعر. يعني لو كان في عندنا أحبابنا إنسان شعره نازل إلى أسفل الجبهة وهذا يسمى الأغم، شعره نازل، قلنا الجبهة هنا، فكان شعره نازل إلى الأسفل، ما الحكم؟ قال يجب عليه أن يغسل البشرة هنا، فرضه غسل الوجه وإن كان أغم أو أصلع أو أقرع أو أنزع إلى غير ذلك. فالفرض غسل الوجه، وحد الوجه يبتدأ من سطح من أعلى الجبهة، والجبهة هي ما اكتنفه الجبينان.
قال إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن كعسى، هذه أسفل الذقن هنا بتحريك القاف، فتح القاف إلى أسفل الذقن، وهي يعني الذقن مجمع لحييه، من هنا إلى هنا لحي، ومن هنا إلى هنا لحي آخر، كلاهما التقى هنا، التقى هنا، فهنا مجمع اللحيين. فإذا هذا كله إيش؟ الوجه من هنا إلى هنا هذا حده طولا، فهذا ليس من الوجه، هنا ليس من الوجه. فالمرأة عندما تصلي في الصلاة وتضع غطاء الوجه إلى هنا فيظهر من هذا المكان، ما حكم صلاتها؟ هذا من الرقبة، إن ظهر ربع الرقبة بطل صلاتها، وهذا مما ينبغي التنبه له. فلذلك ينبغي أن تضع المرأة حجابها هنا كي إيش؟ تستر قدر المستطاع. واضح أحبابنا؟ لأن هذا الوجه، العورة المرأة في الصلاة كل جسدها إلا الوجه والكفين، فالوجه هنا ينتهي، فلو وضعته هنا وأثناء الصلاة نزل هكذا، فإذا انكشف جزء من رقبتها أقل من الربع، صلاة صحيحة، ولكن إن كان الربع فأكثر تبطل صلاتها. وهذا كذلك عندما تمشي المرأة في الطريق، المرأة في الطريق لا يجوز أن تضع حجابها هنا تنكشف هذه المنطقة التي هي ليست من الوجه، هذا يحرم إظهاره وكشفه، وإنما تستر تكشف فقط إن أرادت أن تكشف وجهها الذي هو ليس بعورة، وكانت ترى بأنها ليست جميلة وتقول أنا لست جميلة فأكشف وجهي، لا أحد يفتتن بي، فكشفت وجهها تكشف هذا الجزء. أما إذا كانت ترى نفسها جميلة وأنها تفتن غيرها فينبغي يجب عليها أن تستر وجهها. طبعا ذكرنا سابقا أن هذا يختلف حكمه باختلاف البلد التي هي تقيم فيه، والله تعالى أعلم. قال إلى أسفل الذقن وهي مجمع لحييه. قال واللحي منبت اللحية، اللحي منبت اللحية، فوق عظم الأسنان، هذا عظم الأسنان، لمن ليست له لحية كثيفة، لمن نعم لمن ليس له لحية كثيفة. إيش يعني لمن ليس له لحية كثيفة؟ انتبهوا أحبابنا، الشيخ ماذا قال؟ قال صلى الله عليك يا سيد الخلق، قال حده طولان من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، يعني كأنه قال إنما يفترض ذلك لمن ليست له لحية كثيفة، أما من كانت له لحية كثيفة، من كانت له لحية كثيفة فلا يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة، ويكفي أن يصل الماء إلى ظاهر إلى الشعر الذي غطى البشرة. إذن قوله لمن، قال لمن ليست له لحية كثيفة، هذا مرتبط بقوله إلى أسفل الذقن، يعني يفترض غسل الوجه طولا من أعلى سطح من أعلى الجبهة إلى الذقن، إلى أسفل الذقن طولا، هذا لمن لم يكن له لحية، أو لمن كان له لحية خفيفة، واللحية الخفيفة هي التي ترى البشرة من خلالها. أما صاحب اللحية الكثيفة والتي لا ترى البشرة من خلالها فهذا الواجب عليه أن يغسل الشعر الذي هو على ظهر الوجه، انتقل الفرد من البشرة إلى الشعر. قال وفي حقه، في حق من له لحية كثيفة إلى ما لاقى البشرة من الوجه، يعني فلا يجب عليه إيصال الماء إلى منابت الشعر أو إلى البشرة السفلى.
هذا حد الوجه طولا. قال وحده أي حد الوجه عرضا. وحد لما نقول حد إيش يعني كلمة حد أحبابنا؟ حد الشيء منتهاه. فحد الوجه طولا يعني منتهاه طولا، مبدأه من هنا من هنا، وحده يعني منتهاه هنا، وحده عرضا منتهاه عرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. قال وحده عرضا بفتح العين، العرض فتح العين مقابل مقابل الطول. لماذا قال مقابل الطول؟ يعني لا تظنن لا تظنن بأن العرض هنا مقابل النقد، واضح؟ إنما قابل النقد يسمى عرضا، عرضا تجاريا، عرض تجاري أو عروض، عروض تجارية. نحن عندنا أحبابنا عندنا عرض، العرض العرض معناه إيش؟ عرض الدنيا حطامها، عرض الدنيا حطامها. وعندنا كذلك عرض، تقول ضرب بقولي عرض الحائط، عرض الحائط يعني العرض الشيء ناحيته ناحيته. وعندنا عرض، العرض العرض هو محل المدح والذم من الإنسان بكسر العين، محل المدح والذم من الإنسان يسمى عرضا. إذا عندنا عرض وعندنا عرض وعندنا عرض وعندنا عرض. فالمهم هنا عرضا بفتح العين مقابل الطول، ما بين شحمتي الأذنين، ما بين شحمتي الأذنين. قال الشحمة معلق القرط. إيش يعني معلق القرط؟ يعني المكان الذي نعلق القرط عليه، المرأة تعلق هذه الشحمة هنا. قال والأذن بضمتين، الأذن بضمتين تضم الهمزة وتضم الذال، الأذن. قال وتخفف، تخفف إيش يعني تخفف؟ يعني تضم الهمزة وتسكن الذال، تقول أذن أذن. إذا انتبهوا أحبابنا، الأذن بضمتين، الأذن بضمتين تخفف يعني تضم الهمزة وتسكن الذال. اكتب هذا على هامش الكتاب عندك، لأن البعض فهمها تثقل يعني نضع شدة على النون، وهذا خطأ، هذا خطأ، ليس كذلك، ليس كذلك. تثقل يعني تضم الهمزة، الأذن تصبح ثقيلة، عفوا تخفف الأذن، وتثقل الأذن، بس عندنا ضمتان، تخفف تضم ضم فسكون، وتثقل ضمتان، تثقل ضمتان. فهمنا أحبابنا؟ أكتب هذا عندك. إذا التخفيف ضم فسكون، والثقل ضمتان، والله أعلم. قال ويدخل في الغايتين، يدخل في الغايتين، ما قال حدود الوجه من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. قال يدخل في الغايتين جزء منهما. ليه؟ قال لاتصاله بالفرض، يعني الاستيعاب، استيعاب غسل الوجه لا يحصل، لا يحصل غالبا غالبا بدون إدخال شيء مما زاد على الفرض، واضح؟ لأنه في الغالب استيعاب غسل العضو لا يمكن أن يكون بدون تلك الزيادة، بدون تلك الزيادة، واضح؟ طبعا لما قال هنا الشيخ قال ويدخل في الغايتين جزء منهما لاتصاله بالفرض. لا تظن، انتبهوا أحبابنا، لا تظن أن ذلك فرض وواجب، لا، إن تيقنت بأنك غسلت حدود الوجه كاملة لا يجب عليك أن تغسل شيئا
زائدا. مثل إيش؟ إنسان وضع حدود هكذا، تعنت وضع حدود وقال لا أريد أن أغسل إلا حدود وجهي، وبدأ يغسل ضمن هذا الحدود الذي فعلها، صح غسل الوجه؟ فهمنا؟ ولكن أنت لما كان لا يتم فرضك إلا بهذه الزيادة، كانت هذه الزيادة لا بد منها لتحصيل الفرض. لذلك في قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. قال: والبياض الذي بين العذار والأذن، البياض الذي بين العذار والأذن. ما هو العذار؟ العذار هذا الشعر النابت على الخد مقابل الأذن، هذا يسمى إيش؟ عذار. نعم، وكذلك هذا يسمى عذارا. فالبياض الآن الموجود هنا بين العذار والأذن ما حكمه؟ قال: والبياض الذي بين العذار والأذن فيفترض غسله في الصحيح. وعن أبي يوسف رحمه الله: سقوطه بنبات اللحية. فأبو يوسف قال: يسقط غسل هذا البياض بنبات اللحية. إذن الخلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد في غسل البياض الذي بين العذار والأذن إذا نبتت اللحية. أما عند سقوط نبات اللحية وكانت غير نابتة، كان يكون إنسان مثلا أمرض، ما حكم غسل البياض؟ واجب بالاتفاق، واجب بالاتفاق. فهمنا أحبابنا؟ إذن الخلاف بين سيدي أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف في غسل البياض إيمتى؟ عند نبات اللحية. فإذا لم تنبت اللحية كأن كان الإنسان أمرض، ما حكم غسل البياض؟ فرض بالاتفاق، لأن هذا البياض من الوجه. في سؤال أحبابنا إلى هنا؟ نعم يا شغيل، تفضل اسأل. إذن من له لحية كثيفة يجب عليه أن يحلل ما بين، يغسل هذا البياض، مو يخلل، يغسل. الذي له لحية سيأتي معنا، الذي له لحية كثيفة يغسل ظاهر اللحية، والتخليل والتخليل سنة ليس واجبا. مفهوم. ممكن سؤال شيخ؟ تفضل. شيخ، هنا إسهار المرأة ما تحت ذقنها، هنا يوجد اختلاف، يعني أنا سمعت من بعض أساتذة يعني هذا ليس حرام في شارع أو في طريق بسبب أن الصعب هذا ما تحت. هذا كلامه فارغ، مردود عليه، كلامه باطل. وما ضر الدين إلا أمثال هؤلاء الأساتذة الذي تقول عنهم أنت. يريدون أن تخرج المرأة عارية، ويقولون لك أن حجابها فيه عسر، فيه حرج. لا يا أخي، لا يجوز. كلامه باطل مردود عليه، كلامه باطل مردود عليه. الوجه معروف حدوده، فلا يجوز للمرأة أن تظهر غير وجهها. فعوض عن أن نقول بأنها يصعب أن تستره، يقول لها: يجب عليك أن تستري شيئا من وجهك، وستر شيء من الوجه زيادة واجب. ليه؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به. لا يقول لها: اكشفي من عنقك لأنك لا تستطيعين ستر وجهك. هذا إنسان يدعو للتحلل من الدين. ما هذا الأستاذ؟ سبحان الله، لا يجوز يا أخي، هذا الكلام لا يجوز. شكرا. هذا الكلام مردود عليه. يا أخي، أنا سبق قلت لكم، لا أحد يقول لي قال فلان أو قال أستاذ، لا أحد يقول هذا الكلام في مرة قادمة، لا معي ولا مع غيري. في أي درس كنت تحضره لا تقل للشيخ: سمعت أستاذا، قرأت بكتاب الفلاني، قال الشيخ. لا تقل،
لا تقول إن كان ولا بد، إن كان ولا بد في نهاية الدرس، تقول في نهاية الدرس، في نهاية الدرس تقول، أو بينك وبين الشيخ تقول له أنا سمعت كذا إلى آخره، هل هناك قول مثلا في المذهب إلى آخره. واضح؟ الأصل أثناء الدرس لا تقول للشيخ سمعت من فلان، قال فلان، قرأت في الكتاب الفلاني، هذا الكلام أثناء الدرس ممنوع، لا لا في درسي ولا ينبغي أن يكون في درس غيري، إن كان ولا بد فبعد الدرس أو بينك وبين الشيخ. واضح أحبابنا؟ واضح إن شاء الله. شكرا. الله يرضى عليك. سؤال ثاني ممكن؟ تفضل اسأل اسأل، السؤال مفتوح. يصار مرة تحت ذقني في صلاة أقل ربع، هذا يعني مكروه؟ طبعا مكروه، طبعا مكروه، طبعا إن تعمدت ذلك يكره تحريما، ينبغي هي أن تتحرز من كشف أي جزء، ولكن إن انكشف بدون قصد وكان المكشوف أقل من الربع لا يضر. شكرا. سيدي ممكن سؤال؟ تفضل. ممكن اشرح لنا الجملة التي كان في آخر صفحة، يدخل في الغايتين جزء منهما باتصاله بالفرض، باتصاله بالفرض. قلنا لك يا سيدي الفرض في غسل الوجه من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، تمام؟ الآن من إلى، من إلى أين الغاية؟ هنا، هنا غاية منتهى، يعني منتهى الغسل هنا، وكذلك من هنا غاية الغسل هنا، من إلى غاية الغسل هنا، من إلى غاية الغسل هنا، فهذا هي حدود الوجه. واضح؟ فقال ينبغي أن نغسل من الغايتين، هذه الغاية الأولى نغسل زيادة عليها، هذه الغاية الثانية نغسل زيادة عليها، غاية الثالثة نغسل زيادة عليها، الغاية الرابعة نغسل زيادة عليها. ليه؟ لأن الغايات الأربع متصلة بالفرض، فيتم غسلها من باب الاحتياط. فهمت؟ شكرا. قال والركن الثاني من أركان الوضوء غسل يديه مع مرفقيه. الله. قال أحد المرفقين، انتبهوا أحبابنا لهذه الفقرة تحتاج إلى شيء من التيقظ، أحد المرفقين غسله فرض بعبارة النص. أحد المرفقين ما قال؟ قال الباري تبارك القرآن قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. قال أحد المرفقين، اليمين أو الشمال، أحدهما غسله فرض بعبارة النص القرآني. ما هي عبارة النص؟ عبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه. عبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه. لماذا كان أحد المرفقين كان غسله فرضا بعبارة النص؟ الجواب لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة المفرد بالمفرد. عندما تقول مثلا لبس الطلاب ثيابهم، يعني كل طالب لبس ثيابا، لبس ثوبا، صحيح؟ أكل الطلاب طعامهم، يعني كل واحد أكل طعامه. أمسك الطلاب بأقلامهم، يعني كل واحد أمسك قلمه، فمقابلة الجمع بالجمع الطلاب أقلامهم، الطلاب ثيابهم، الطلاب كتبهم، هذا يقتضي مقابلة الفرد الطالب بالفرد بالكتاب، الطالب بالقلم، الطالب بالثوب. إذن قال غسل أحد المرفقين غسله فرض بعبارة النص. لماذا كان بعبارة النص؟ قال لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة
الفردي بالفردي. قال والمرفق الثاني، المرفق الثاني يعني وجوب غسل المرفق الثاني بدلالته، بدلالة النص. قلنا عبارة النص ما هي؟ دلالة الكلام على المعنى المقصود منه إما أصالة أو تبعا، وهذا معروف في علم الأصول. أعيد لمن أراد أن يكتب، عبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه، على المعنى المقصود من الكلام يعني، إما أصالة أو تبعا. الآن ما هي دلالة النص؟ ما قال بعد ذلك والمرفق الثاني يعني يفترض غسله بدلالته، بدلالة النص. ما هي دلالة النص؟ دلالة النص، النص هي دلالة اللفظ، دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به. انتبه، دلالة النص هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به. الآن المنطوق عندنا في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ما هو المنطوق به؟ غسل المرفق، غسل المرفق. فدل اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به الذي هو غسل المرفق للمسكوت عنه الذي هو المرفق الثاني. إذن دلالة النص هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه. لماذا؟ قال لاشتراكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد الشرعي. هذه هي دلالة النص. أعيدها للمرة الأخيرة لمن أراد منكم أن يكتب. نعيد عبارة النص. عبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه إما أصالة أو تبعا. دلالة النص هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، للمسكوت عنه. إيه نعم، لاشتراكهما في علة الحكم. نكتفي له، ما في حاجة نكتب تتمة. لاشتراكهما في علة الحكم، هذه تسمى إيش؟ دلالة النص. قال لأن مقابلة الجمع بالجمع فهمنا الآن أحبابنا قوله، قول الشيخ أحد المرفقين غسله فرض بعبارة النص، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد، والمرفق الثاني، والمرفق الثاني بدلالته. فهمنا إيش يعني بدلالته؟ يعني افترض غسله بدلالة النص. قال لتساويهما وللإجماع، لتساويهما وللإجماع. يعني قال هنا الشيخ ماذا قال؟ قال أن، انتبهوا أحبابنا، قال بأن أحد المرفقين ثبتت غسله بعبارة النص والآخر بدلالة النص لتساويهما، ثم قال وللإجماع، يعني غسل يديه مع المرفقين بالإجماع، فكان ذكر الإجماع مغنيا أو يغني عن ذكر عبارة النص ودلالة النص. ولكن الشيخ الشرنبولاني رحمه الله تعالى أحب أن يوضح هذا المعنى يعني إيضاحا مفصلا للطالب حتى يكون على بينة من فهم المسألة. إذن قوله للإجماع يغني عن الاستدلال بعبارة النص وبدلالة النص. هذه الفقرة بالذات أحبابنا، هل هي واضحة؟ أنا أؤكد دائما أحبابنا على الفقرات والمواضع التي يشكل على البعض فهمها، فربما يبينها للآخرين بشكل خاطئ. طيب واضح سيدي، الحمد لله، الحمد لله. قال وهو، قال وهو بكسر
الميم وفتح الفاء مرفق مرفق وقلبه مرفق مرفق ومرفق. لغة ملتقى عظم العضد والذراع، هذا العضد وهذا الذراع التقيا أين؟ هنا. فجزء من الذراع مع المرفق وجزء من العضد مع من؟ مع المرفق. فكان إذا المرفق فيه جزءان، لذلك من باب للاحتياط نغسل المرفق كي نغسل منه فيه الجزء الذي أدخل فيه الذراع. فإذا الواجب غسل يديه مع المرفقين. قال والركن الثالث غسل رجليه، غسل رجليه لقوله تعالى وأرجلكم الآية، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدما غسل رجليه، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. بعدما غسل رجليه، وقراءة الجر للمجاورة يعني وأرجلكم، هذه قراءة للمجاورة فقط. قال مع كعبيه، الثالث غسل رجليه مع كعبيه لدخول الغاية في المغية، لدخول الغاية في المغية. المغية هو الغسل والغاية هو الكعب. المغية هو الغسل والغاية هي المرفق، واضح؟ فتدخل الغاية التي هي المرفق في اليدين والكعب في الرجلين في المغية الذي هو الغسل. كذلك اكتب هذا عندك على هامش الكتاب، المغية الغسل والغاية المرفق والكعبين. فقال تدخل الغاية في المغية. قال والكعبان هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم على اليمين والشمال، وعلى اليمين والشمال، واشتقاقه من الارتفاع يعني اشتقاق الكعب من التكعب، وهو الارتفاع، اشتقاق الكعب من التكعب وهو الارتفاع كالكعبة. لماذا سميت الكعبة كعبة؟ قال لأنها ارتفعت عن مستوى الأرض. والكاعب من هي الكاعب؟ الفتاة التي تكون قبل البلوغ، التي ثديها هكذا واقف هكذا. قال ذا قال والكاعب التي بدا ثديها، الذي لذلك التي ثديها نابز هكذا ظاهر تسمى ناهد، تسمى ناهدا. فاذا انثنى صار ثديا، قبل الانثناء يسمى تسمى ناهدا يعني صدرها واقف هكذا، وتسمى كاعبا كواعبا واترابا. واشتقاقه من الارتفاع كالكعبة. لماذا سميت الكعبة كعبة؟ لارتفاعها عن غيرها من الأرض. نعم. قال والركن الرابع مسح ربع رأسه، مسح ربع بضمتين، ضم الراء والباء، نعم، وقد تسكن الباء يعني يصح التسكين، ولكن الأفصح الضم، الأفضل والأفصح الضم. ربع رأسه لمسحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ناصيته، لمسحه صلى الله عليه وسلم ناصيته. إيش يعني ناصيته؟ يعني مقدم الرأس، هذه الناصية مقدم الرأس. نعم، مسح ربع رأسه. أريد هنا أحبابنا يعني
أن أبين مسألة من خلالها، وأرجو من حضراتكم أن نتنبه. من خلال هذه المسألة نعرف كيف علماؤنا قالوا بأن الفرض في مسح الرأس هو الربع. انتبهوا عليه أحبابنا. قرر علماء الأصول مسألة، وهي أن الباء إذا دخلت على المحل، الباء إذا دخلت على المحل تعدى الفعل إلى الآلة. تمام؟ الباء إذا دخلت على المحل، وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا أين دخلت؟ دخلت على المحل الممسوح، فالفعل يتعدى الآن إلى الآلة. ما هي الآلة؟ اليد. التقدير يصبح امسحوا أيديكم برؤوسكم. انتبه أحبابنا، الباء إذا دخلت على المحل ماذا يحصل؟ يتعدى الفعل إلى الآلة، والمحل الآن عندنا هو الرأس، دخلت عليه الباء فتعدى الفعل إلى اليد، فيصير التقدير امسحوا أيديكم برؤوسكم، فيقتضي استيعاب اليد بالمسح دون الرأس، فيقتضي ذلك أن يكون المستوعب بالمسح من؟ الرأس أم اليد؟ قال اليد. انتبه، واستيعاب اليد ملصقة بالرأس لا يستغرق سوى ربع الرأس، فتعين ربع الرأس مرادا من الآية. قد يقول كقائل لا، كلامك غير صحيح. ليه؟ لأنه أنت الآن إذا وضعت، أنا إذا وضعت يدي الآن هنا، هذا الآن ربع رأسي. تبوا أحبابا، سأحضر ابني كي أرسم لكم الآن، أبين لكم كيف يتم تقدير مسح الرأس بناء على أن الباء إذا دخلت على المحل تعدى الفعل إلى الآلة. تعال الآن أحبابنا، هذه اليد الآن هنا ربع الرأس، هذا الربع الثاني، هذا الربع الثالث، وهذا الربع الرابع. بقي أماكن هي غير داخلة بالرأس، فكيف هذا؟ انتبهوا أحبابنا الآن، هذا الآن ربع الرأس، نحن الآن مأمورون بماذا؟ بالمسح. هذا ليس مسحا، إذا وضعتها وضعا لا يسمى مسحا، لا بد حتى يكون مسح ماذا يفعل؟ أفعل هكذا. تمام؟ هذا ربع. الربع الثاني هكذا، صار عندي ربع الثاني. الربع الثالث نفس الأمر، فأكون قد استوعبت أرباع الرأس عن طريق وضع اليد. لذلك قالوا نقول بأن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للإلصاق، نلصق اليد على الرأس نمسح، نلصق الثانية نمسح، الثالثة نمسح، الرابعة نمسح، يكون الرأس أربع أرباع، وكل ربع بمقدار اليد مع التحريك قليلا ليتم المسح. واضح الكلام أحبابنا؟ طبعا. نعم نعم نعم، واضح. تمام، الحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله، جميل. إذا قال والركن الرابع، إذا ندرك الآن أن سيدي أبا حنيفة رحمه الله لما قال الباء في قوله تعالى برؤوسكم للإلصاق، يعني بعضهم قال الإلصاق يا أخي وضعنا هكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، في أماكن هناك ما وصلها المسح، نقول له أنت ما فهمت، قال امسحوا برؤوسكم في المسح، المسح لا بد أن يكون فيه انتقال اليد، فنضع اليد ونحركها قليلا، عند ذلك يستوعب يكون الرأس أربعة أرباع ممسوحة. هذا كذلك إذا جعلنا الباء للإلصاق، والأوضح والأظهر أن نقول الباء يا أخي للإلصاق. وأحببت أن أذكر المسألتين يعني من باب
زيادة الإيضاح. الله لا إله إلا الله. أكرمكم الله. قال وتقدير الفرض بثلاثة أصابع. بعض فقهائنا قال الباري قال وامسحوا برؤوسكم، وآلة المسح هي اليد، أكثرها ثلاث أصابع والأكثر يقوم مقام الكل، إذن يكفي أن نمسح بمقدار ثلاث أصابع. قال لا، هذا مردود، هذا مردود. فهمنا إيش يعني تقدير الفرض بثلاثة أصابع؟ قال مردود وإن صحح، وإن صححه بعض الأئمة. قال ومحل المسح ما فوق الأذنين. عبد العزيز، ومحل المسح ما فوق الأذنين. الآن نريد أن نبين كذلك حدود الرأس، أنا بينتها أكثر من مرة لكم، ولكن لا مانع أن نبينها الآن مرة، يعني لعل تكون مرة أخيرة أو مرة ثالثة رابعة، اللي هو حتى نستطيع أن نميز الرأس، أن نميز حدود الرأس. إذا قال ومحل المسح ما فوق الأذنين، احنا نعطيك 100 جنيه على كل تمثيل. قال ومحل المسح ما فوق الأذنين، هذه أذن فوقها يبدأ الرأس من هنا، وذكرنا سابقا هذا الجبين، هذا الجبين، نضع خطا هكذا مستقيما إلى رأس الأذن، هكذا إلى هذه الأذن، هكذا إلى هنا الجبين، وهكذا. هذا إيش كله أحبابنا؟ هذا هو الرأس. طيب الآن هذا ماذا يسمى؟ هذا لا يسمى رأسا، هذا يسمى قفا، هذا قفا. لو مسح هنا لا يصح المسح. لا، ماذا قاله الشيخ؟ قال ومسح ومحل المسح ما فوق الأذنين، يعني المكان الذي هو فوق الأذنين. لو امرأة طويلة شعرها طويل، امرأة شعرها طويل على كتفيها، مسحت عليهم هكذا لا يصح المسح. لا يصح المسح إلا على شعر تحته رأس، لأن القرآن يقول وامسحوا برؤوسكم، واضح؟ فالمطلوب نحن أن نمسح الرؤوس، ولكن الرأس الآن كيف نمسحه؟ صعب. أمسح الشعر الذي تحته رأس. شكرا، تفضل. بمعنى المعنى وما يعني قلنا فوق الأذن، إذا فما تحت شويا قليلا ليس من الرأس، ليس من الرأس، ليس من الرأس. أنا قلت لك هذه المنطقة كلها إلى خلف هذه تسمى قفا، ليست من الرأس. نعم نعم نعم. قال سيدي إذن الروب الرأس مش كافيا لو نحسب رأس من بداية السطح وبعدين يعني ينتهي في مقابل الأذن، وروب الرأس يكون أقل من كف، صح؟ لا، يكون، انتبه، يكون أكبر من الكف، ولكن لما نحرك تحريكا قليلا لتحقيق معنى المسح صار بمقدار الكف، عرفت؟ ولكن سيدي عندما شرحنا ربع الرأس وضحنا أن الأول من السطح فوق من هنا، هاي ربع، نعم. وهذا ربع، تمام؟ ووضعنا هكذا، ووضعنا هكذا، يبقى أماكن فارغة. تمام. هذه ما تملأ كيف؟ عن المسح الخفيف. نعم نعم. يعني عندما نحسب يعني مش نحسب تحت الأذن. لا، تحت الأذن ليس من الرأس يا أخي، قلنا فوق الأذن. تمام. شكرا. والضروري التأكيد على المرأة التي تمسح على شعر، إن كان لها ذؤابتان تمسح عليهما هكذا لا يصح المسح، لا بد أن تمسح على شعر تحته رأس. قال فيصح مسح ربعه لا ما نزل عنهما، لا من لا عن الشعر النازل عن الأذنين، فلا يصح مسح أعلى. أيوة تمام، كلام جميل. امرأة لها ذؤابتان، أتت بهذه الذؤابة وقامت بلفها على رأسها هكذا،
فمسحت على الذؤابة الملفوفة على رأسها، لا يصح، لأن هذه الذؤابة تحته لا يوجد رأس، لا بد أن تمسح على شعر تحته رأس. قال فلا يصح مسح أعلى الذؤابة المشدودة على الرأس. تمام أحبابنا، واضح إن شاء الله. قال وإمساح، قال ولغة، المسح الآن لغة إمرار اليد على الشيء، وهو يعني المسح لغة إمرار اليد على الشيء. قلنا المسح لغة وضع إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء. شرعا لو أنه وضعها وضعا ولم يمرها، لم يحركها، يسمى مسحا. إذن المسح لغة إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة اليد المبتلة العضوة، العضو المراد مسحه يعني، ولو بعد غسل عضو، ولو بعد غسل عضو، لا مسحه، لا مسحه يعني لا بعد مسح عضو. قال إصابة اليد المبتلة إصابة اليد المبتلة أنا حصل عندي الآن إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لا مسحه، لا بعد مسحه. يعني كيف؟ انتبه علي الآن، أنا الآن غسلت وجهي وغسلت يدي، الآن يوجد بلل على يدي، يوجد بلل على يدي، فوضعتها على رأسي هكذا، وضعتها على رأسي هكذا، مسحت، نعم مسحت، لا حرج في ذلك، صح المسح. ليه؟ قال إصابة اليد المبتلة العضوة ولو بعد غسل عضو، هذا البلل موجود من غسل اليد. طيب الآن غسلت وجهي وغسلت يدي وأخذت الماء، أخذت الماء لأمسح الخفين، مسحت على الخفين وبقي ماء على يدي فمسحت رأسي، هل يصح؟ لا يصح. هذا معنى قوله لا مسحه، باستثناء الأذنين، فيجوز أن يمسحهما بما بقي من بلل الرأس. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، فيجوز مسح الأذنين ببلة كانت على اليدين بعدما مسح الرأس. فهمنا أحبابنا؟ نعم سيدي. قال وشرعا إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل عضو، ولو بعد غسل عضو لا مسحه. فهمني إيش يعني لا مسحه؟ نعم نعم نعم. قال ولا ببلل. شيخ ممكن سؤال؟ سؤال تفضل شيخ. يعني بعد الغسل العضوي هذا الماء ليس مستعمل يعني بعد غسل العضو؟ نعم، مثال أنا غسلت يد ثم مسحت رأس. يا سيدي ما ألم نقل، ألم يمر معنا في درس سابق أن الماء لا يصير الماء مستعملا إلا إذا انفصل عن الجسد؟ الماء الآن على اليد موجود لم ينفصل، فهو ماء مطلق، فيصح أن أمسح به. واضح؟ قال ولا ببلل أخذ من عضو. كيف يعني بلل أخذ من عضو؟ أنا بعد غسلت وجهي، غسلت يدي، بعد أن غسلت يدي هذه اليد مبتلة بالماء، مبتلة، ففعلت هكذا ثم مسحت رأسي، لا يصح. واضح؟ لأن الماء الذي صار على الكف هنا انتقل من هذه اليد، فلما انتقل انفصل صار مستعملا، فلا يصح أن أمسح به رأسي. أما لو غسلت مسحت رأسي ابتداء
بالماء الموجود على يدي بعد غسل العضو لا يضر لأنه ما زال لا يزال مطلقا. فهمنا أحبابنا؟ عفوا شيخ. نعم نعم مولانا. تفضل. عندي سؤال مولانا. تفضل تفضل. ما حد اليد؟ اليد؟ نعم. اليد من رؤوس الأصابع إلى الكتف إلى هنا، هذه كلها يد. ما شاء الله. مثلا لا يوجد أصابع جيز. نعم. كيف؟ هذا يسمى هذا كف، وهذه كذلك يطلق عليها كذلك اليد. فأنا ما فهمت ما تقصد باليد أنت، أي يد تريد؟ يعني انظر نظرت شيخ، إذا لا يوجد من هنا هذا. أيوه هذه مقطوعة يعني. مقطوعة. نعم نعم. إيه ما المطلوب؟ ما المطلوب من هنا؟ ما جايز يمسح من هنا؟ جائز. نعم. ما في مشكلة، يجوز. إذا أخر رجل أخرى معي وهو يمسح، جايز؟ يمسح هو يمسح هو يعني أنا توضأت. نعم. نعم. ويوجد هنا غسلت يدي وهنا ما غسلت يدي، فمسحت رأسك. نعم نعم يصح، ما في مشكلة، لأن هذا ما زال الماء مطلقا، هذا الماء مطلق. مولانا في سؤال ممكن؟ تفضل. مولانا مثلا من كل جوانب الرأس مسحته لا يصل إلى مقدار مسح ربع، إن جمعته كله يصل إلى ربع، هل يصح مسحي؟ كيف يعني مسحت كل الرأس وما بلغ ربعه؟ كيف؟ لا لا يعني مسحت هكذا؟ مسحت هكذا؟ أيوة أيوة أيوة. يعني أنت تلعب أم تتوضأ؟ لا لا مثلا فعلنا هكذا وصلنا إلى مقدار. لا تفعل هكذا. لا تفعل هكذا. لا تفعل هكذا. تمام. على كل لو فعلت هكذا وكان وكان الممسوح يعني لو جمعناه يساوي ربع الرأس يصح المسح. شكرا مولانا. الله يرضى عليك. نعم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. تفضل. عفوا مولانا استاذ، أنت قلت الحديث الأذنان من الرأس. نعم نعم. إذا مسح أذنيه رجل بدون مسح الرأس هل يعتبر هذا مسح الرأس؟ لا لا يعتبر. الأذنان من الرأس يعني حكمهما حكم الرأس، يعني يستعملا بماء الرأس. واضح؟ كيف يعني؟ حكمهما لما الأذنان من الرأس يعني حكمهما من حكم الرأس، فيجوز لك أن تمسح رأسك وتمسح الأذنين بالبلل الموجود على اليدين بعد مسح الرأس. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. شكرا جزيلا. عفوا. قال وإن أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه، يعني كما قلت قبل قليل يعني استدراكا على سؤال سابق، لو أنه صب عليك الإنسان ماء أو غسلا ما مسح ما الحكم؟ صح الوضوء، صح المسح أو الوضوء، الشرط أن يكون قد وصل البلل إلى ربع الرأس. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا؟ يعني قد كنت أقرأ أكثر من ذلك سبحان الله. ولا ممكن فضل. ولو كان بدون مسح النار ولو كان بدون حتى بيدك، لو أنك وضعت يدك هكذا
وحصل البلل، أصاب البلل جميع المنطقة جميع الرباط. هو لماذا انتبه عليه؟ لماذا يقول الفقهاء لا بد من تحريك اليد؟ ليه؟ قال لأن التعميم الربع لا يكون إلا بالحركة، فإذا حصل تعميم الربع بدون تحريك كفى، ولكن في الواقع أن تعميم الربع لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالمسح. واضح؟ نعم مولانا واضح. فإذا يصير عندنا الآن أنا عندما أمسح يدي لا يعني إذا حصلت بوضع الماء على الرأس بدون مسح أصاب الموضع كله تماما كل الربع أجزأ ذلك، وإلا لا بد من الحركة، لا بد من المسح، لا بد من الإمرار لتحقيق معنى المسح. فهمنا أحبابنا إن شاء الله؟ نعم. ماذا نسأل؟ ماذا عفوا تعريف الشيخ هنا إصابة اليد، هل كلمة إصابة تعني الإمرار؟ لا، قلنا لك يا أخي إصابة يعني أن يضع يده على الماء على رأسه هكذا. نعم نعم نعم. قلت لك أن يضع يده على رأسه هكذا، هذا أصاب 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 اليد أصاب اليد المبتلة العضوة. نعم نعم. مولانا. نعم. يعني هذا هذه المسألة يعني إذا كان أو إذا كانت يده يعني أكبر ورأسه أصغر يعني ليس من ممكن يعني ممكن أن يكون يعني ممكن هذا ممكن ليس 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 بلازم يعني، ولكن هو كما قلنا إذا حصل وصل البلل إلى ربع الرأس بدون تحريك يكفي ذلك. ولكن كما قلت لك الفقهاء لما يقولون لا بد من التحريك، لا بد من المسح، لا بد من الإمرار. ليه؟ لماذا؟ لأن الربع غالبا لا يصير إلا بماذا؟ إيش؟ عن طريق المسح، ولتحقيق معنى المسح لا يسمى مسحا إلا بالإمرار، إلا بالإمرار. سيدي فضل. سيدي فلماذا إذن لا يجوز مثلا بعدما مسح على الخفين أن يمسح الرأس به؟ لا يصح، لأن هذه البلة صارت مستعملة. ولو لم ينفصل من يده؟ صارت البلة هذه مستعملة يا أخي، لما مسح هكذا استعملها، يعني البلل الذي على يده الآن انتقل من مكان إلى مكان. أنت لما تمسح الآن بالبلل هذا ينتقل من مكان إلى مكان، صار مستعمل هذا البلل، صار مستعملا. وإن لم ينفصل صار مستعملا يا أخي. هل انتبه علي الآن؟ هنا مسحت هكذا، أنا هذا الماء الذي على يدي ألم ينتقل من مكان إلى مكان؟ انتقل، صار مستعملا. ثم قال وسببه، شرع الآن في بيان سبب الوضوء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.